بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم على يعني 3 مواضيع صغيرة. ال3 مواضيع دول هم كلهم برضو ريليتد بالشغل بتاع الكاينماتكس بتاعنا. احنا نهينا المرة اللي فاتت بالاويلر انجلز، هنتكلم كده في نوت صغيرة على الاويلر انجلز، وبعد كده هننقل بقى على نقطة تانية اللي هي رودريجيز فورمولا، وبعد كده هنتكلم في النهاية على حاجة اسمها الاس اي 3 ماتريكس. فدول هم ال3 مواضيع الاساسيين بتوعنا، فتعالوا نبدأ كده ان شاء الله في اول موضوع معانا. بالنسبة لأويلر أنجلز، احنا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين لما اقول لك الـ RAB والـ RBA. طبعا احنا عارفين ان واحدة منهم وصف الفريم B بالنسبة للفريم A، وواحدة تانية وصف الفريم A اكن شايفه من فريم B، يعني هما الاتنين عكس بعض. بس هي الفكرة كلها امتى اختار ده وامتى اختار ده، والكلام ده في التو دايمنشنال الاول عايزين نفهمه، بحيث ان احنا نبقى لما نقرا مطلوب معين نفهم الكلام ده. طيب هنرجع لاجابه السؤال ده، بس هوضح نقطه صغيره. لو انا عندي نقطه اسمها بي، النقطه دي مثلا 5 و3. طبعا ال 5 وال3 دول اكيد بالنسبه لاوريجن معينه، الاوريجن دي ليها اكس اكسس واي اكسس. فيعني ايه 5 ويعني ايه 3؟ 5 دي يعني 5 في اتجاه الاكس، يعني في انا عندي 5 وحدات في اتجاه الاكس. والتلاتة دي معناها ان انا عندي 3 وحدات في اتجاه الواي، لو ده وصف النقطة بالظبط، يعني في انا عندي 3 وحدات في اتجاه الواي. ده معناها، او بمعنى اصح، الاوريجن اللي هنا دي اكني هحركها 5 وحدات في اتجاه الاكس و3 وحدات في اتجاه الواي، اكني هحرك الفريم اللي قدامي ده 5 اتجاه اكس 3 اتجاه واي. يبقى علشان اوصل للنقطة دي او اوصف النقطة دي بالنسبة للفريم ده، ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله كويس، عشان اوصف النقطة دي بالنسبة للفريم اللي قدامي ده، فاكني هحرك الفريم ده للنقطة دي. يبقى مين اللي هيروح لمين؟ الفريم اللي هيروح للنقطة ده. علشان ايه؟ عشان اوصف النقطة بالنسبة للفريم، يعني مش انا اللي بحرك النقطة. يعني لو انا عايز احرك النقطة عشان اوصلها للاوريجن، فهي هتتحرك -5 في اتجاه الاكس و -3 في اتجاه الواي، ده عشان النقطة هي اللي تتحرك. انما في الحقيقة انا بحرك الفريم للنقطة عشان بالظبط اقدر اوصفها وصف دقيق. طيب كويس جدا. طب برضه انا بقول الكلام ده ليه؟ ده وصف نقطة ما فيهوش مشكلة. انا الفكرة عندي بقى في وصف ايه؟ الفريمز، بنفس الكيفية اللي أنا قلتها بالظبط. لو أنا عندي ده الفريم، تعالوا نقول إن ده الفريم A، وده فريم تاني اسمه B. طيب لو أنا عايز أوصف الفريم B بالنسبة لـ A، طبعا هو أكيد فيه حركة ترانزيشنال، اللي هي إن أنا عشان أحرك الأوريجن للأوريجن، فاللي هنعمله إيه؟ احنا هنحط الاثنين اوريجين على بعض، يعني هنخليها بالشكل ده كده. ده الفريم A اهو، وده الفريم B هننقله هنا. ده الفريم B وده الفريم A، فالفريم B اهو ده اللي قدامنا. طب ايه اللي انا عملته دلوقتي لما نقلت ده هنا؟ انا هنا اكني بالظبط حركت الفريم A للفريم B، علاقة الأوريجن اللي هنا بالأوريجن اللي هنا، أكنك بتوصف النقطة بالظبط، ده اللي أنا لسه قايله من شوية. فوصف نقطة الأوريجن بتاعت فريم B بالنسبة لفريم A، شوف أنا عايز أقول إيه بقى؟ عايز أوصف فريم B بالنسبة لـ A، فأنا حركت الفريم A لحد ما وصل للأوريجن دي. فالنتيجة كانت إيه؟ إن الشكل اللي قدامنا ده، ده الشكل اللي قدامنا. طب هل هما منطبقين على بعض؟ لأ، لان هو احنا مش بنتكلم في بوزيشن بس، ده في كمان ايه؟ روتيشن، لان ده في زاويه دوران سيتا ما بينه وما بين الايه؟ الفريمين، في زاويه سيتا ما بينه. طب احنا عايزين الاثنين ينطبقوا على بعض. طيب احنا الاول عايزين نوصف فريم بي بالنسبه لاي، يعني انا عايز اجيب الار اي بي، عايز وصف فريم B بالنسبة لـ A، ده السؤال بتاعنا أصلا، هي دي. طيب أنا بوصف بالنسبة لمين؟ بالنسبة لـ A،
يبقى علشان اخلي الاتنين ينطبقوا على بعض، مين اللي هيروح لمين؟ انا عايز اجيب الـ RAB وصف فريم B بالنسبة لـ A. طيب انا هوصف بالنسبة لـ A، يعني اكني واقف في A. عشان اخلي الاتنين ينطبقوا على بعض، انا هخلي الفريم A اللي انا بوصف من خلاله هو اللي يروح لمين؟ لفريم B. تمام؟ يعني من الاخر الفريم ده هيلف بزاوية مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ بزاوية سيتا. هيبقى عكس عقارب الساعة. وانا بركز في الحتة دي علشان هي بتتكرر كتير وبنحتاجها كتير. يبقى عرفنا ايه ازاي اوصف الاتنين على بعض. يبقى انا محتاج اخلي فريم A يروح لـ B بزاوية سيتا عكس عقارب الساعة. طب ليه مش B اللي يروح لـ A؟ انا قلت لك القاعدة خلاص. انا عشان انا واقف في A وبوصف بالنسبة لـ A، فلازم A هو اللي يتحرك للي انا بوصف له. زي بالظبط لما كان عندي نقطة وعايز اوصفها بالنسبة للفريم، انا حركت النقطة ولا حركت الفريم؟ حركت الفريم اللي انا بوصف بالنسبة له. نفس الكلام هنا، انت بتوصف فريم B بالنسبة لـA، انا بوصف بالنسبة لـA، يبقى هو اللي يروح لفريم B، فعشان كده هيلف عكس عقارب الساعة. طب لو انا عايز العكس، انا عايز اجيب الـ RBA، يعني انا عايز اوصف الفريم A بالنسبة لـ B. يعني انا واقف في B وعايز اجيب الفريم A. ايه اللي هيتم هنا؟ فاللي هيتم ان انا بوصف بالنسبة لـ B، يعني انا واقف في B، يبقى المفروض B هو اللي يتحرك لـ A. يبقى انا كده عايز اخلي B يدور بزاوية سيتا مع عقارب الساعة. الكلام ده في 2 dimensional طبعا، فانا كلامي كله مع العقارب ولا عكس العقارب. يبقى فهمنا امتى اقول انا عايز RAB او عايز RBA، وده معناه مع العقارب ولا عكس العقارب. فهمنا الفكرة؟ طب ده بيفيدنا في ايه؟ لما يجيب لك مثلا روبوت يقول لك ده الروبوت فريم، ده الفريم اللي على الروبوت، وده الفيكسد فريم، تعال نسميه اف، ده الفيكسد فريم، وبينهم زاوية سيتا. طيب يقول لك ايه بقى؟ يقول لك والله انا عندي فيكتور اسمه في ار. في ار ده معناه ان الفيكتور ده متوصف بالنسبة لمين؟ ها تاني، في ار ده معناه ان الفيكتور متوصف بالنسبة لمين؟ بالنسبة للروبوت فريم. فالفيكتور ده متوصف بالنسبة للروبوت فريم. يقول لك هات لي الفي اف، يعني عايز يجيب مين؟ الفيكتور ده اكني شايفه في الاف فريم، في الفيكسد فريم، يعني ده عايزه بالنسبه للفيكسد فريم. طيب نرجع للخصائص اللي قلناها المره اللي فاتت. العلاقه ما بين اتنين فيكتورز، لو انا عايز اجيب فيكتور موصوف في فريم بالنسبه وفيكتور موصوف في فريم تاني، ايه بقى اللي اضربه في الفيكتور ده عشان يجيب لي ده؟ هجيب الروتيشن ماتريكس ما بين الار والاف، فهتبقى عباره عن الار اف R. دايما خلي بالك، خلي الرمز اللي هنا مع اللي هنا، وخلي الرمز اللي على الشمال مع الطرف اللي على الشمال، واليمين مع اليمين، عشان تحفظ القاعده. احنا كنا قلنا خاصيتين كده، ان انا ازاي اجيب فريم بالنسبه لفريم تاني، او فيكتور بالنسبه لفيكتور تاني. فدي روبوت فريم، فانا عايز الار اف ار اللي هو الاف هنا والار هنا. طب دي معناها ايه؟ احنا خلاص انا عندي الروبوت فريم وعايز اجيب بالنسبه لفيكسد فريم، خلاص يبقى انا عايز الار اف ار. طب دي معناها ايه؟ انا عايز اجيب الروبوت فريم بالنسبه للفيكسد فريم، عايز اجيب الروبوت فريم بالنسبه لمين؟ للفيكسد فريم. طب انا واقف فين؟ في الفيكسد فريم. طب لو انا واقف في الفيكسد فريم وعايز اوصف الروبوت فريم، يبقى الفيكسد فريم هو اللي يروح لمين؟ للروبوت فريم. يبقى معناه ان انا عايز اخلي الفيكسد فريم يتحرك بزاويه سيتا مع ولا عكس العقارب؟ عكس عقارب الساعه. طيب ايه هو بقى الدوران اللي عكس عقارب الساعه؟ حافظين بقى الروتيشن ماتريكس بتاعته، يعني المحاضره اللي فاتت.
يعني احنا كده احنا نهينا المره اللي فاتت اصلا بروتيشن ماتريكس حوالين اي محور، كلهم دلوقتي حوالين محور زد، يعني ده الاكس والواي. طب لو انا عايز العكس، لو انا معايا فيكتور متوصف في الفيكسد فريم وعايز اجيبه بالنسبه للروبوت فريم، يبقى انا محتاج اجيب هنا الروتيشن ماتريكس اللي اسمها ايه؟ الار ار اف. طب دي معناها ايه؟ عايز اوصف الفيكسد فريم بالنسبه للروبوت فريم، يعني انا هبقى واقف فين؟ في الروبوت فريم، وعايز اوصف مين؟ الفيكسد فريم. يبقى مين اللي يروح لمين؟ الروبوت فريم هو اللي يروح للفيكسد فريم. يبقى انا هتحرك بزاويه سيتا مع ولا عكس العقارب؟ هتبقى مع عقارب الساعه لان هلف في الاتجاه ده. وصلت النقطه دي؟ لا تماما يا باشمهندس. خلاص عشان بس ما تلخبطوش، انا حاولت اوصل لكم الامور بدايه من النقطه لحد ما وصلنا للفريمات. فهي الفكره كلها ان احنا ايه المطلوب او ايه اللي معانا وايه المطلوب. اللي معانا كذا وعايز اجيبه بالنسبه لكذا، فخلاص الار بتجيب الار الناحيه دي والاف مع الناحيه دي، او اللي هو الرمزين اللي بيكتبوا هنا كل واحد في جهه الفيكتور بتاعه. طيب ده بقى معناها ايه وصفها ايه؟ ده احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل، اللي هو انت واقف، اهم حاجه تحدد انت واقف فين او عايز توصف بالنسبه لمين، وهو ده اللي هيروح للحاجه اللي انت بتوصفها. ده بالنسبه للجزء الاول لمحاضره النهارده. فدي احنا الحمد لله كده ايه خلصنا الجزئيه دي.